بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. طبعا احنا الان في شابتر انتي نيتال كير اللي هي البري نيتال كير، وحكينا في البدايات عن الانتي نيتال اسسمنت والهدف منه انه نعمل لو ريسك جروب وهاي ريسك جروب. وبعديها دخلنا على الفسيولوجيكال تشينجز اللي بتصير مع الست، كيف انه احنا بدنا ان نعمل نتغلب على هذه الفسيولوجيكال تشينجز طبعا. وحكينا النيرسينج اكشن والهيلث اديوكيشن لكل فيسيولوجيكال تشينج بتصير مع الست. بعديها دخلنا على الكومبليتري هيلث، الشغلات البدائل لازم احنا نعملها للست او الشغلات اللي لازم ننصحها فيها. الان بدنا نخش على الهاي ريسك جروب اللي هم الناس اللي عندهم بليدنج ان بريجنانسي. طبعا البليدنج بيعتمد على الفتره اللي صار فيها البليدنج، هل هي قبل 20 أسبوع ولا بعد 20 أسبوع. في طبعا عندنا أنواع للبليدنج، البليدنج في عندنا الأبورشن اللي هي عملية التنزيل، أنتي بارتم هيموريج، الأبرابش بلاسينتا والبلاسينتا بريفيا، إنه الست عندها انفصال مشيمة أو ذراع على المشيمة في غير مكانها، اكتوبيكي بريجنانسي، حمل خارج خارج الرحم يعني في مكان غير الرحم، فيزيكولار هيديت فورم مول اللي هي الحمل العنقودي. طبعا ديترمان ذا كوز اوف بليدنج، بدنا نعرف السبب تبع البليدنج، هل هو قبل اول 24 ل 28 اسبوع. في اول في اول 28 اسبوع بيكون سبب البليدنج انه سسبكتد ميس كارج induced abortion اللي هي انواع الابورشن اللي هي بتنتهي التنزيل، اكتوبيك بريجنانسي حمل خارج الرحم، المولر بريجنانسي اللي هو الحمل العنقودي. بعد ال 24 ل 28 اسبوع بتكون طبعا ممكن تكون اثناء كمان during labor but before delivery، يعني من 24 ل 37 اسبوع ممكن تكون suspected placenta previa اللي هي انزراع المشيمه في اسفل الرحم، ابرابش بلاسينتا انفصال مبكر لا المشيمه، رابشر يوترس انه الست صار عندها رابشر لليوترس. If bleeding occurs soon after child birth suspected atonic uterus retained placenta fragment rupture uterus with tear of genital tract or optionally an inverted uterus. طبعا اذا البليدنج صار مباشره بعد الولاده ممكن يكون سسبت التونيك يوترس انه الرحم ما بيعملش كونتراكشن. احنا الكونتراكشن هنشوف فيما بعد انه بيعمل فازو كونستريكشن، فبالتالي بوقف البليدنج، لكن لو ما فيش كونتراكشن هيضل البليدنج شغال. ريتيند بلاسينتا فراجمنت، لما الست ولدت استعجلنا في فصل المشيمه فسحبناها سحب فضل بعض الفراجمنت من البلاسينتا، فهذه سببت نزيف. الرابشر يوترس، اليوترس نفسه صار له رابشر. tears of genital area، الآن وأنا قاعدة بول ست بتولد صار عندها تير في السيرفكس في الفاجينا طبعا، or occasional an inverted uterus إنه اللي بنسميها التهبيطة اليوترس نزل في الفاجينا. In all cases considered the possibility of primary or secondary bleeding clotting disorder، الآن كل البليدنج أنواع البليدنج شفنا سواء قبل 28 أسبوع ولا بعد 28 أسبوع عند الولادة أو بعد الولادة، كلها هي في الاول وفي الاخير هتعملنا blood clotting disorder، حاجه اسمها disseminated intravascular coagulate، انه الست حيصير عندها مشكله في عمليه التجلط. طبعا الابورشن is deliberate termination of pregnancy before the fetus is viable. It's characterized by bleeding, lower abdominal pain, partial expulsion of products of conception, dilated cervix or small uterus than expected for gestation. الابورشن هي عمليه حتميه يعني يعني انه الجنين بينزل خلص حتميا حينزل. طبعا الابورشن دائما بيقولوها قبل الفيابيليتي قبل ال 24 اسبوع. في ديبيت، في ناس بتقول 20 اسبوع ناس 24 اسبوع، فانتوا اعتمدوا ال 20 اسبوع هي الفيابيليتي تبعت البيبي، فالستات لما بتولد قبل ال 20 اسبوع بيعدوها ابورشن. بعد ال 20 اسبوع بتصير مسكرج. طبعا ايش علامات الابورشن؟ انه في بليدنج، في بلد بينزل، في ابدومينال بين لانه في كونتراكشن بدها تصير عمليه تنزيل، في عندنا بارشال اكسبلجن اوف برودكتس اوف كونسبشن، في اجزاء يعني بتقول لك الست بنزل عليا قطع قطع مع البلد. لو احنا عملنا بي في هنلاقي دايليتد سيرفكس، بالمناسبه البي في
اللي هي البير فاجينال اكزامينيشن ممنوع منعا باتا في كل حالات البليدنج. اذا بدي اعمل انا بي في لازم يكون اندر كوشن، اندر كوشن. حجم اليوترس سمولر يوترس ذان اكسبكت فور جستيشن، حجم اليوترس اصغر من السن او العمر تبع الجنين. الانسيف ابورشن اللي احنا بنسميه ولادات الدايه، زي ولادات الدايه، انه انا بستخدم ادوات غير معقمه او مكان غير صالح. is a procedure performed by individuals who lack necessary skills. يعني الشخص الست اللي بتعمل الولاده اللي يعني مش نيرس، مش ميدوايف، مش طبيب، حدا مش من الميديكال فيلد، يعني ما عندوش النسيسري سكيلز، الحاجات السكيلز المهمه الاساسيه. or in an environment that doesn't meet minimal medical standards، يعني ولدت في البيت. بين قوسين الانسيف ابورشن هذه تكثر في حالات زي ما بيقولوها الستات او البنات اللي على خلفيه الشرف، يعني انه خلاص بدهم يتخلصوا من هذا الجنين باي وسيله بدون ما حدا يشوفها. فبتيجي الست القابله بتصير تعطيها بعض شغلات هيربال وامور زي هيك، بحيث انه ايش تولد وايش بتسوي، بتولدها في البيت مشان لا من شاف ولا من دري. فالانسيف ابورشن بتكون شخص غير مؤهل، ما عندوش المينيمال سكيلز والنسيسر سكيلز لعمليه الولاده، والانفايرومنت بتكون غير مناسبه. طبعا في ريسك فاكتور، ايش الاسباب اللي بتخلي انه يصير عند الست ابورشن؟ اول حاجه يكون جدا ستراكشر ديفكت، البيبي نفسه عنده مشكله في الديفكت زي كروموزومال ابريشن اور سيريس فيزيكال ديفكت، يعني الطفل عنده انكفله بدون جمجمه، الطفل مثلا عنده مالتيبل ديزيز، يعني مالتيبل ديزيز زي مثلا الاطفال اللي عندهم كارديوميوباثي، هدول غالبا هم يعني اصلا لما بدهم ينولدوا نورمال ديليفري ما بيكملوش شهرين ثلاثه بكون توفوا. فالكارديوميوباثي ممكن تكون احد الكونجيتال ستراكشر ديفكت اللي خلت البيبي مش قادر يتوائم، وعمليه الحمل تتم للوقت الاخير فبتلاقيه صار له ابورشن. لو بروجسترون، كميه البروجسترون اللي بيفرزها الكوربس اليوتيال في بدايات الحمل والبلاسينتا بعد هيك كميات قليله، انه ما بتكفي لانها تعمل منتين بريجنانس تحافظ على الحمل. فبالتالي اللو بروجسترون يعني بيؤدي الى الابورشن. بالمناسبه ايش هي حبوب التثبيت؟ حبوب التثبيت عباره عن بروجسترون، بروجسترون بقص بروجسترون مشان يزود المينتيننس تبعت البريجنانسي. ار اتش انكومباتيبلتي، وهذا حنقف عندها شوي. الار اتش اذا كانت ست اول مره حامل، اول مره لان هي حامل اول مره، الار اتش تبعتها نيجاتيف وانولد البيبي ار اتش بوزيتيف، الان الست بتاخد حاجه اسمها انتي دي، انتي دي ابره هذه بعد الميلاد مشان ما يصيرش بلاد انكومباتيبلتي في البطن، في البطن الثاني لما تتخلف كمان مره. الان الست الار اتش تبعتها سالب، الار اتش سالب ونزلت. طب ايش بده يعرفني انه هذا البيبي ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش سالب؟ فالاحوط اني بدي اروح اعطي الست انتي دي، انتي دي مشان ما يصيرش ريجكشن للبيبي اللي جاي بعد هيك. الار اتش انكومباتيبلتي ريفيتس كود جيت ريجكتد فروم مذر بادي اف ذي هاف ان انكومباتيبل ار اتش، يعني الام ار اتش نيجاتيف والطفل ار اتش بوزيتيف، اذا اخذت انتي دي بيمشي الحال، ما اخذتش الانتي دي حيصير فيما بعد عمليات ابورشن لانه تكونت انتيجين للار اتش تبعتها، تبعت البيبي. اندر نيوتريشن، طبعا اذا كان نيوتريشن سيئه نقيس كل ما جاء بعدها انه سيء، بكون lack of nutrients would cause under nourishment to both the mother and fetus leading to abortion. يعني فيش اي مقومات للحياه، ما فيش اكل، ما فيش فيتامينز، فيش الشغلات الاساسيه اللي تبني جسم البيبي واصلاه،
اذا هذه الشغلات، اذا الست مش قادره تبني نفسها كيف بدها تبني جنين؟ فبتكون ريسكي لانه يصير عندها ابورشن. الدراجز، في بعض الدراجز بتعمل ابورشن، طبعا مشان هيك ممنوع ناخذ اي نوع من انواع الدراجز. ابسط مثال على ذلك حكينا انه الست لما تاخذ تروفن الدوكلوفين يعني بدون اي استشاره طبيه، طبعا ايش بصير معها؟ بصير فينوس داكتس فينوسس، بصيرها كلوجر. فلما بصيرها كلوجر بوقف البلاد سبلاي الواصله للجنين، فبالتالي بصير ابورشن. مشان هيك كونترا انديكيشن كل انواع العلاجات للست الحامل الا في حال انه الطبيب المعالج، طبيب النساء والولاده او طبيبه النساء والولاده سمحت بهذا العلاج. طبعا ما بتسمح لاي علاج الا بعد ما تعاين الحاله وتشوف ايش البينيفيت والريسك من هذا العلاج على الست. الانفكشن، طبعا الانفكشن كلها هي بتؤدي ل ممكن تؤدي لابورشن. اذا في تصوير فيل تو جرو اند استروجين اند بروجسترون برودكشن وود فيل، اذا في عندها اندومترايتس فاجينايتس، الامور هذه ممكن تاثر على الست. طبعا الست الان عندها مثلا اندومترايتس، التهاب في جدار الرحم، وصار حمل وانزرع الكونسبشن في جدار الرحم، لكن الالتهاب موجود، ما زال موجود. هذا الالتهاب بيمنع تكوين الاستروجين والبروجسترون، فبالتالي بصير اندوميتريال سلافنج، فبصير الست تنزل. البروستاجلاندين طبعا بيعمل ريليز مشان يسوي ترانك كونتراكشن والسيرفيكال دايليتيشن. البروستاجلاندين مسؤول عن السيرفيكال دايليتيشن والكونتراكشن تبعت اليوتراس، فبالتالي بصير ايش؟ اكسبلجن للبرودكتس اوف بريجنسي. فالانفكشن المقصود فيها انه الان عندها اندومترايتس وحملت والانفكشن ما زالت موجوده، فهذا بيعمل فيل تو جرو اوف استروجين اند بروجسترون، فبالتالي بمنع تثبيت الحمل. انواع المسكرج او انواع الابورشن، طبعا سبونتينوس مسكرج بتحتوي على عده انواع. ستريتنند مسكرج البريغنس مي كونتينيو there is light vaginal bleeding and sometimes cramping lower abdominal pain. On examination there is soft uterus corresponding in size to the date of the last menstrual period. The cervix is closed. There is no medication that can prevent the progression of to complete miscarriage. So bed rest and follow up ultrasound if bleeding stopped. طبعا threatening miscarriage اللي هو الحمل المهدد، انه الست بنزل عليها bleeding، في نقط بليدنج بتنزل، وفي عندها شويه ابدومينال كرام. طبعا هذه الشغلات ممكن تؤدي لانه البيبي ينزل، ممكن يضلوا ايش البيبي موجود. طبعا مهم جدا انه في الثريتنج مس كارج الحمل المهدد بكون السيرفكس از كلوزد. طبعا السيرفكس طالما انه كلوز يعني في امل انه يضل الحمل. في هذه الحالات فقط بنعطي الست كومبليت بيد ريست. اذا ضلت في الكومبليت بيد ريست وتوقف البليدنج بنضلنا نعمل لها الترا ساوند، بنحطها في الهاي ريسك جروب وبتضلها تتابع عند اخصائيات نساء وولاده. ان ايفيتابل مسكرج كان بي دايجنوز كلينيكالي باي فايندينج اوف ذا ان اوبن انترنال سيرفيكال اوس ذا باسج اوف برودكتس اوف كونسبشن باي فاجينا. If in doubt, the diagnosis should be confirmed by ultrasound. The pregnancy will not continue and will process to incomplete or complete miscarriage. The inevitable miscarriage اللي هو التنزيل الحتمي. التنزيل الحتمي اللي بيكون عند الست bleeding، بيكون عندها abdominal pain، بيكون عندها cervical os open، فتحة عنق الرحم بيكون فاتح. طالما إنه في عنق رحم فاتح معناته هيك حينزل الحمل. طيب الآن نزل الحمل، طالما انه نزل حيكون له نوعين، ممكن يكون كومبليت وان كومبليت. ايش الفرق بيناتهم؟ الكومبليت انه الحمل مع البلاسينتا كله نزل، اليوترس نظيف. الان كومبليت نزل مثلا الجنين وضل مثلا البلاسينتا، او نزل الجنين والبلاسينتا لكن ضلت بقايا من البلاسينتا. في حالات الان كومبليت مسكرج بنعمل للست عمليه تنظيفات دي ان سي، دايليتيشن اند كروتاج، دي اي سي. Recurrent habitual abortion
إنه الست بتنزل 3 4 مرات متتالية the same gestation age. كيف يعني؟ الست أول مرة نزلت على 12 أسبوع، ثاني مرة على 12 أسبوع، ثالث مرة على 13 أسبوع، يعني نفس الموعد تقريبا 12 13 12 13. هذه بنسميها recurrent habitual abortion. طبعا في هذه الحالة بعض الحالات بيعطوها ضي إيصال ستالبستيرول. طبعا الـ incomplete miscarriage احنا حكينا inevitable miscarriage اللي هو التنزيل الحتمي، قلنا incomplete و complete. الـ incomplete انه في بقايا من من البيبي ضايله او البلاسينتا، طبعا بيكون في open cervix وبكون في abdominal pain وفي bleeding. وطبعا الـ complete miscarriage انه البيبي نزل complete والcervix open وفي bleeding وفي abdominal pain. طبعا الميست ميسكارج هذه صعبة جدا جدا. الست بتكون ما شاء الله فرحانة حالها ومبسوطة ورايحة تعمل ألترا ساوند روتين ألترا ساوند، فبتتفاجأ بقولها الدكتور إنه البيبي متوفى له يوم يومين أسبوع، فبتخش في الشوك. طبعا الميست ميسكارج is not associated with symptoms، ما فيش إلها أي سان أو سيمتومز، يعني الست رايحة عادي. but found incidentally on routine ultrasound scan or when ultrasound is performed to investigate pregnancy that is not growing as anticipated. يعني الآن الست يعني رايحة تعمل ultrasound عادية لهم بقولها البيبي متوفي، أو إنه الست حاسة إنه بطنها ما بيكبرش، إن ما فيش شيء تقدم في الحمل، بتحس إنه البطن زي ما هو، كأنه زي ما هو، بتروح تعمل ultrasound بقولها البيبي متوفي. The time from fetal damage to expulsion from the uterus varies widely and it is not uncommon for miscarriage to remain in situ for many weeks. يعني ممكن يضلوا أسبوعين ثلاثة ويعاود ينزل لحاله الميسكارج، وإذا ما نزل بروح بعطوها حاجة اسمها سايتوتيك. طبعا حتمر علينا السايتوتيك فيما بعد. المانجمنت تبعت الميسكارج expectant انه بدي انا no medical or surgical intervention، يعني انا بدي اتابعها، بدي اعملها فولو اب فقط لا غير، بدي اخلي الست في بيد ريست وفلويد فلويد، وبدي اخليها ايش فولو اب الترا ساوند. الميديكال بدي اعطيها ميديكيشن طبعا زي السيتوتيك زي ما حكينا او البروستاجلاندين. السيتوتيك بتنعطى اورالي، البروستاجلاندين غالبا في منها كريم وفي منها سبوزيتوري، والتنتين بينعطوا بير فاجينا. سيرجيكال انترفينشن في حالات انه في انكمبليت مسكرج، انه في بقايا من البلاسينتا او بقايا من الفيتس موجوده، بنعمل حاجه اسمها ايفاكيويشن اوف ذا برودكت اوف كونسبشن دايليتيشن اند كوراتاج. دايليتيشن بوسع السيرفكس وكوراتاج بكحت اليوتراس الاندومتريوم وبنظف الاندومتريوم. دايليتيشن اند كوراتاج. الان نيجي للنوع الثاني من هاي ريسكي وانواع البليدنج اللي هي الابرابشو بلاسينتا، وهذه مهمه جدا. الابرابشو بلاسينتا ريفير تو ذا بريماتور سيبريشن اوف انورمالي سيتويتد بلاسينتا، ذا بليدنج مي بي كونسيلد اور ريفيلد اور ميكست، ات مي بي بارشال اور كومبليت. طبعا البلاسينتا احنا قلنا مكانها في الفندس اوف يوتراس. الان في الفندس اوف يوتراس ايش بنسوي؟ تكون مزروعه وميل لبوزيتيريور. اللي بيصير انه بيصير لها سيباريشن، ايرلي سيباريشن بريماتيور، يعني المفروض وقتش يصير لها سيباريشن؟ بعد ما الست تولد البيبي في خلال نص ساعه. الان لا، السيباريشن صار مثلا على الاسبوع 37 على الاسبوع 38، يعني صار قبل موعده السيباريشن. ممكن يكون كومبليت او بارشال. كومبليت انه كل بلاسينتا فكت من مكانها، وبكون الوضع خطير جدا جدا جدا. في الحالتين بكون خطير سواء كومبليت او انكومبليت، لكن في الانكومبليت في مجال انه احنا ننقذ حياه الطفل. في الكومبليت لا قادرين ننقذ حياه الطفل، وعلى الاغلب مش هنقدر ننقذ حياه الام كمان.
طبعا الآن بدنا نعمل whiteboard وين whiteboard whiteboard مش مبين الوايت بورد. الآن لو إحنا قلنا هذا اليوتراس، الآن هاي شكل اليوتراس، هتكون وين البلاسنتا؟ في منطقة الفندس، في المنطقة هذه، المنطقة هذه هي كلها هيتها البلاسنتا ومكان زراعتها. الآن إيش اللي بصير؟ المنطقة هذه بصير فيها سيباريشن، إنه البلاسنتا متصلة في الأطراف، متصلة في الأطراف فقط لا غير، ومن النص هان فاكة فاكة، فهذه بنسميها incomplete abruptio placenta. في حالات الكومبليت abruptio placenta البلاسنتا كلهيتها طالعة من مكانها، البلاسنتا كلهيتها طالعة من مكانها، وطبعا زي ما حكينا بتكون ايش خطيرة جدا. الآن السان والسيمتومز تبعتها بتبدأ painless bleeding، في البداية بتكون painless bleeding، بعدها بتصير severe sticky pain which can be concealed، مخفي يعني مش أنا مش شايفاه، يعني البلاسنتا من الأطراف مشبوكة لكن البليدنج كلهيته في منطقة الانفصال، or be associated with vaginal bleeding، وبتكون في حالات الكومبليت ابرابشو. As abruption become worse، كل ما زاد الابرابشو كل ما كان contraction will occur and eventually become tonic with constant severe pain. في البداية بتكون painless لكن بعدها بتصير severe pain. يبقى من مميزات الابرابشو بلاسينتا severe pain، severe pain. Woody feel of the uterus، إن اليوترس بحسه كأنه لوح خشب، لوح خشب. وهذه العلامات ايش؟ علامات الانترنال هيموريج، الانترنال هيموريج. طبعا سانز والسيمتومز painful vaginal bleeding mild or heavy، conceal the bleeding if margins are intact، اذا كانت الاطراف تبعت البلاسينتا لساتها موجوده في مكانها بيكون concealed bleeding، اذا كانت انفصال كلي بيكون في bleeding مباشر. rigid abdomen، طبعا علامات الشوك، علامات الشوك زي ما احنا عارفينها في البدايات بتكون tachycardia، tachypnea، بعد شوي بصير bradycardia، bradypnea، hypotension. non-reassuring fetal signs، absent of fetal heart rate، اذا عملت سي تي جي للست حلاقي انه فيش fetal heart rate، وخصوصا في حالات الكومبليت ابرابشو. في البارشيال ممكن في بداياته تلاقي لكن بعدها حتبطل فيه fetal heart rate. على الحالتين بكون الوضع صعب على البيبي وعلى الام. طبعا risk factor for placenta abruptio previous abruption، الآن لما حكينا بنسأل الست هل صار معك مشاكل سابقا في الحمل؟ نعم. ايش المشاكل صارت؟ ولا صار عندي انفصال مبكر للمشيمة؟ هذه بحطها في عين الاعتبار انه هذه الست ممكن يصير عندها recurrent abruptio. increase maternal age فوق ال 35 سنة الست، maternal hypertension، hypertension بيعمل abruptio placenta، trauma انها الست اخذت لها تروما. طبعا النيرسنج رول في حالات الابرابشو بلاسينتا نشوف الصن والسيمتومز اللي ظهر على الست، حتقولنا في سيفير بين، في بليدنج، في كونتراكشن، نشوف الفيتال هارت ريت، هل في فيتال هارت ريت ولا ما فيش فيتال هارت ريت،
نشوف طبعا حكينا على البريدنج والبين والريتران اكتيفيتي، الانتيك والاوتبوت، بدي اشوف الانتيك والاوتبوت، لانه في حالات البليدنج بصير عندنا مالتي اورجان فيلر، بتتاثر الكدني، بتتاثر البرين، بتاثر ال اللهم صل محمد الهارت. السيريم ستاد بدي اعمل فور دي اي سي ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجول، بدي اشوف البي تي والبي تي، بدي اشوف البليتلت، البليتلت قديش عندي. Keep patient in bed as order. Lift lateral tilt or recovery position. بتحطها على lift lateral position مشان أحسن the blood supply الواصلة للبيبي، على أمل إنه يطلع البيبي سليم حي يعني. Maintain breathing. بدي أعطي أكسجين حتى لو كان saturation 100%، بدي أعطي أكسجين مشان أقلل الإفورت تبع اللي بتبذلها الست مشان تاخذ نفس. Start hardening solution. بدي ابدا معاها رينجر لاكتيت، الهارتمن سوليوشن هي رينجر لاكتيت مشان فيها صوديوم وبوتاسيوم وفيها الالكترولايت، بتعوض الالكترولايت امبالانس. كول فور سيرجيكال اند انستيزيا هيلب على السريع، طبعا هذه توب امرجنسي، مجرد ما تحكي للست عندي سيفير بين وبليدنج وفي كونتراكشن، وعلى السريع بدي ابلغ الطبيب، وفي نفس الوقت الطبيب ببلغ العمليات وبيبدا يحضر للكروس ماتشنج 4 يونت بلاد ما بالاضافه للبلازما مشان موضوع الدي اي سي ديسيمينيت انترا فاسكولار كواجولي. كيربر في تاست از سون از بوسيبل از اف فيابل، اذا البيبي ما زال عايش يعني زي ما بيقولوا هنلحقه يعني. اذر باي اندوسنج ليبر باي اور باي سيزيريان سكشن، بريبير فور سيزيريان سكشن، طبعا لازم تولد سيزيريان سكشن سريع مشان يعملوا ريبير لليوتراس، ريبير لليوترس، وفي نفس الوقت يعمل لايف سيفنج للمذر وللبيبي. البلاسينتا بريفيا، البلاسينتا بريفيا از ابنورمال سيتويتد بلاسينتا ان لور يوتران سيجمنت، انه الست الان البلاسينتا ما انزرعت في الفندس، انزرعت في اللور بارت اوف يوترس. طبعا ميزتها انه يكون بينلس بليدنج ومش خطيره، بتكون كميات يعني حسب في الغالب بتكون كميات قليلة، لكن إذا الست كانت تعبانة ومشتغلة وإيش زي هيك ممكن تكون heavy and bright red. بالمناسبة في الأبرابشو بلاسينتا، الأبرابشو بلاسينتا مهم جدا نفهم إنه dark blood، dark blood اللي بينزل، لأنه بده ينزل من البلاسينتا من الفندس ويمر عبر الرحم وبعدين يطلع عبر السيرفكس والفاجينا، فبصير له changes في الكلر فبصير dark red، dark red في حالات الأبرابشو بلاسينتا، بينما في البلاسينتا بريفيا بيكون bright red. طبعا early detection of placenta previa is very important to prevent serious bleeding. Any bleeding during pregnancy must be investigated by an ultrasound scan. لازم نعمل ultrasound للست مشان نعرف ايش سبب البليدنج. طبعا مشان نحدد كمان المكان تبع البلاسينتا، هل هو ابروبشو بلاسينتا ولا بلاسينتا بريفيا. طبعا البلاسينتا بريفيا should have immediate access to an obstetric unit with facilitate for cesarean section. الست اللي عندها بلاسينتا بريفيا ممكن تولد طبيعي وممكن تحتاج سيرجيكال سي اس يعني سيرجيكال. الانواع تبعت البلاسينتا بريفيا الان خلونا نرسم هذا اليوترس، هذا هو اليوترس. نقول هذا هو اليوترس، المنطقة هذه هي السيرفكس. الآن في ثلاث أنواع للبلاسينتا. البلاسينتا إذا كانت موجودة في المنطقة، إذا كانت موجودة في المنطقة جنب السيرفكس، جنب السيرفكس في اللور سيجمنت، المنطقة هذه بنسميها مارجنال بلاسينتا، انه البلاسينتا موجودة في الجزء السفلي من الرحم لكنها ما بتغطي السيرفكس، ما بتغطي السيرفكس، هذه بنسميها مارجنال بلاسينتا.
وطبعا في نهاية الحمل بترفع شوية نتيجة الاسترتشنج تبع اليوترس، فبالتالي الست ممكن تولد طبيعي. البارشيال بلاسنتا اللي هي الآن هي موجودة البلاسنتا على الجنب ماشي، لكن جزء منها جاي فوق ايش السيرفكس، جزء منها مغطي السيرفكس. بارشيال اللي هي الأس از بارشيال كفر باي بلاسنتا. الآن في البلاسنتا بريفيا إنه هي بدل ما تنزرع البلاسنتا في منطقة الفندس فوق تنزرع تحت، إذا كانت على الجنب بنسميها مارجينال بلاسنتا. طبعا المارجينال بلاسنتا قلنا بتولد طبيعي لأنه في نهايات الحمل في الشهر في الثيرد تريمستر بيتمدد وبصير ستريتشنج لليوتراس، فبالتالي بتكبر أو بتطلع لفوق شوية ففي مجال تولد طبيعي. في البارشيال بلاسنتا طبعا بيكون جزء من السيرفكس عليه موجود البلاسنتا، وهذه ممكن تحتاج لسيرجيكال انترفنشن وسي اس. التوتال اور سنترالي بلاسنتا انه البلاسنتا كلها هي تجايه بالضبط. الان مغطيه كل السيرفكس والاطراف تبعتها ماسكه في اطراف اليوترس من تحت. فالان عندنا التايبس اوف بلاسنتا، اللون الاحمر في الرسم هذا اللون الاحمر اللي هو المارجنال بلاسنتا بتكون في الجزء السفلي من اليوترس وفي نهايات الحمل بيتمدد اليوترس فبالتالي بتطلع لفوق البلاسنتا وبتولد طبيعي. النوع الثاني اللي هو البارشيال، جزء من البلاسنتا مغطي فتحة السيرفكس والجزء الثاني مزروع في نهاية اليوترس في الجزء السفلي من اليوترس، وهذه ممكن تولد سي اس. أما الجزء الثالث اللي هي توتال أور سنترالي بتكون البلاسنتا كلها هي مغطية السيرفكس وأطراف البلاسنتا وين؟ على اللور سيجمنت أوف يوترس. الآن النيرسينج السانج سمتو تبعت البلاسنتا بريفيا ثيرد ترايمستر بينلس برايت ريد بليدنج، زي ما حكينا بينلس وبرايت مهمة جدا. في الأبرابش بلاسنتا ايش قلنا؟ بينفول ودارك ريد. في الأبرابش بلاسنتا بينفول ودارك ريد، في البلاسنتا بريفيا بينلس برايت ريد بليدنج. طبعا بيزيد مع السكشوال انتركورس والسوفت يوترس انيميا والالتراساوند كونفرميشن، طبعا هذه الشغلات المطلوبه. طبعا بيزيد البليدنج لو انا شلت اشياء ثقيله، لو انا اتحركت حركه كثيره او اجهدت نفسي فبزيد البليدنج. طبعا النيرسينج رول اول حاجه كول فور هيلب، يعني بدي الست جايان عندها بليدنج فاكيد حبلغ الطبيب بسرعه وخليه يجي مشان يعملها الترا ساوند ويشوفها. نو فاجينال اكزام، ممنوع منعا باتا عمل البي في لاي ست عندها بليدنج الا في الضروره القصوى وويز كوشن وطبيب مؤهل. المونيتور فايتال ساينز، الفيتال هارت ريت، البلاد لوست، الليفت لاترال بوزيشن اور ريكفري بوزيشن عشان نحسن كميه البلاد الوصل للفيتاس، نحسن البلاد سيركوليشن للفيتاس. IV fluid transfusion for excessive blood loss as prescribed. الست اللي عندها كمية blood loss كبيرة بدها أعملها blood transfusion. بيتا ميسازون اللي هي الدي كورد بيعطوا 12 ملي جرام على الأسبوع تقريبا الأسبوع 32، 12 ملي جرام صباحا وكمان 12 ملي جرام مساء حتى زود اللانج ماتيوريتي، حتى زود اللانج ماتيوريتي. In case of premature, encourage bed rest. طبعا الست بدها تكون في bed rest مشان توقف البليدنج وترتاح. Prepare for preterm births or cesarean births حسب نوع البلاسنتا، هل هي marginal ولا partial ولا central. طبعا هذه never allow digital vaginal examination، قلنا البي في ممنوع منعا باتا، واذا احنا محتاجينها لازم يكون with caution with caution، لازم يكون طبيب مؤهل لحتى يعملها.
لا نروح على الاكتوبك بريجنانسي. الاكتوبك بريجنانسي is defined as the implementation of the fertilized of outside the uterus usually within fallopian tube. لأن الاكتوبك بريجنانسي إنه حمل بصير خارج عنق الرحم، وغالبا أغلب الحمل بصير في الفالوبيان تيوب، وهذه بتكون هاي ريسك السيت إنه في النهاية حيشيلوا الفالوبيان تيوب مع مع البريجنانسي. طبعا السن اوف سيمتومز ايرلي ساينز مي بي اوبسكيور، انه في البدايه ما فيش علامات، بعد هيك بصير سبوتينج افتر واحد لاثنين ميست بيريود سادن، بصير فجأة بعد شهرين الست تعاني من بلاد سبوتينج، يعني نقط بلاد نايف لايك رايت اور ليفت لور ابدومين، بصير عندها سيفير بين زي السكينه بالضبط. طبعا البين راديت تو شولدر، اذا البين من جهه الابدومين من تحت اتجه باتجاه الشولدر معناته انه في عندنا تيوب رابشر، انه الفالوبيان تيوب رابشر. طبعا رجد ابدومين لانه في انترنال بليدنج، في عندنا الساين اند سيمتومز اوف شوك موجوده لانه في انترنال بليدنج، وذ اوبسكيور هيمورج النزيف بكون داخلي انا مش شايفاه. صحيح هي بتجيني في في نقط بلد، لكن كميه النزيف لما بصير رابشر تيوب بتكون كلهيتها جوات الابدومين، الابدومينال كافيتي. الرابشر يوجوال اوكر فروم 8 ويك جستيشن انتل 12 ويك جستيشن، يعني من 8 ل 12 اسبوع بصير رابشر للفالوبيان تيوب. طبعا ليش بصيرها رابشر؟ لانه الان التيوب فيش فيها وسع انه الجنين يتمدد، فلما بده يتمدد اكثر حتميا حينفجر فالوبيان تيوب ويصير له رابشر فالوبيان تيوب. الكوزز تبعتها البلفيك انفلاماتوري ديزيز ليدنج تو سالفنجايتس، اللي هي التهابات في قنوات فالوب، فبالتالي بتعيق عملية نزول الأوفا من الفالوبيان تيوب وتنزل على اليوترس. طبعا if pregnancy occur with an intrauterine contraceptive device in place، يعني إذا الست كانت مستخدمة اللولب ممكن يصير يصير حمل خارج الرحم. previous tubal surgery resulting in tubal ligation or tube re-anastomosis، الست الآن عملت tubal ligation، عملت ربط لقنوات فالوب، بدهاش تخلف خلص زهقت من الخلفة، اجت حرب زي حرب 2014 أخذت كل العيلة، الآن خلص صار نفسها بدها ترجع تخلف، فبيروحوا بيعملوها tubal re-anastomosis، برجع يوصلوا التيوب. طبعا مكان الأنستيموسز مكان التوصيل ممكن يصير فايبر تيشو، هذا الفايبر تيشو ممكن تعيق عملية نزول الأوفا، فبالتالي يصير اكتوبك بريجنانسي، بريفيوس اكتوبك بريجنانسي. الآن الست صار عندها قبل هيك اكتوبك بريجنانسي بس في الليفت سايد والآن في الرايت سايد. بريفيوس انترا ابدومينال انفكشن، في عند الست بروتونايتس بتأدي إلى اكتوبك بريجنانسي. طبعا الآن ممكن في سؤال بيجي للشخص الآن، طب لو هي الست شالت البوس تيوبال فالوبيان تيوب ايش بده يصير فيها؟ الست ممكن تخلف، كيف بدها تخلف؟ انه عملية الاي في اف ان فيترو فيرتلايزيشن، انه انا بدي اسحب البويضات من اليوتراس، هي عملية الزراعة اللي بنسميها عملية الزراعة اطفال الانابيب، بسحب البويضات من اليوترس وبرجعه من الاوفري، سوري من الاوفري، برجعهم على اليوترس وبصير حمل عادي. يعني مشكله فالوبيان تيوب لو راحوا تنتين عادي ممكن انا ايش ارجع ازرع اي في اف. طبعا السايت اوف امبلمنتيشن 90% بتكون في الفالوبيان تيوب، بعض الحالات ممكن تكون في السيرفكس او في البريتونيان او في البلفيك، طبعا هذه حالات نادره بس 90% في الفالوبيان تيوب. الانفستيجيشن كيف بدي اعرف؟ اللي الالترا ساوند والاتش سي جي بيكون عالي جدا لانه المكان ضيق. النيرسينج بدي اشوف الساين اوف سيمتومز وعلامات الشوك، وبدي اشوف البين باتن والانكزيتي، البلاد ترانسفيوجن بدي اشارك فيه، والبين ميديكيشن بدي اعطي انتي دي، كل حالات البليدنج والحالات اللي فيها ابورشن او اكتوبك بريجنانسي فاقد لاي نوع من انواع الحمل والام ار اتش نيجاتيف لازم اعطيها انتي دي، لانه
ممكن يكون هذا الفقد او الباب اللي انفقد يكون ار اتش بوزيتيف، فياثر على الاطفال اللي حيجوا وراه ويصير عندنا ابورشن. فاي ست عندها ار اتش نيجاتيف، صار عندها اي نوع من انواع البليدنج والابورشن، بدي اعطيها انتي دي طبعا، بدي اعمل ريبير وريموفال للتيوب سالبنجكتومي اللي هي ريموفال للفالوبيان تيوب. طبعا اذا انا عملت للست بي في الفاجينا اكزامينشن وشعرت ابدومينال بين، هذا بيعطيني كونسيدر اكتوبك بريجنانسي. فاجينا اكزامينشن صاحبها ابدومينال بين معناته اكتوبك بريجنانسي. طبعا زي ما حكينا البي في لازم نكون حذرين جدا جدا لما بنعمله، وممكن يعمل هاي ريسك للربشر ديورينج ذا اكزامينشن. طبعا احنا اليوم حنوقف لعند هان، وان شاء الله المحاضره الجايه راح نكمل في على المولر بريجنانسي. يعطيكم العافيه وشكرا لاستماعكم.